فطوركم مرحبا بكم. وقعدة الحباب اليوم تديكم الناس زمان وش قالوا. إذا لقيت روحك وحدك أحكي، إذا لقيت الدمعة تريحك أبكي، وإذا زاد همك لربك وحده يشكي. خذ من باباك نصيحة وافهم بيها دنياك، وخذ من يماك دعوة تقهر اللي بلاك، وخذ من وقتك سجدة واشكر بيها مولاك. قالوا ناس زمان ما تقطح في الواد حتى يبان حجاره، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، وما تصاحب صديق حتى تعرف خباره. قالوا ناس زمان ثلاثة ما تصاحبهم، اللي عنده المال وديما يبكي، واللي عنده الصحة وديما يشكي، واللي يدير الخير وديما عليه يحكي. الدنيا ساعات تفرحك وساعات تبكيك، وكلمة الحمد لله وحدها تساهيك. الحمد لله. فطوركم مشاهدينا الكرام وكل الناس راه يتابع فينا من خلال قنوات التلفزيون الجزائري. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم قعدة الأحباب اللي تأتيكم كل أسبوع من فندق الموحدين من وهران. ككل مرة أكيد طبوع خاصة ومختلفة ومتنوعة، ولكن سهرة اليوم راح تكون راقية رقي ضيوفها ورقي الطابع اللي راح يطغى في هذه السهرة، لأنه راح يكون أندلسي 100%. وسعيدة جدا أكيد باش يكونوا حاضرين معايا الأساتذة الكرام اللي راح يمتعونا بأحلى وصلات. إذا أكيد نقول صحة فطورك ومرحبا بك الشيخ منصوري محمد الحبيب. رمضان كريم ومرحبا بك. الله فيك. رمضان كريم أخت نسرين، ورمضان كريم لكل جمهور الجزائري والمتفرجين. شكرا لتلبية الدعوة. مرحبا. شكرا. يعطيك الصحة. كذلك حاضر معنا الفنان بوغازي كريم. كل عام وانت بخير بوغازي. صحة رمضانك. صحة رمضانك نسرين. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي القناة الجزائرية وعلى كل الحاضرين معنا في هذا الحصة. مرحبا. شكراً. مرحبا. وأكيد نروحوا لمستغانم وين راح حاضر معنا الفنان حوكي أمين. صحة فطورك. صحة رمضانكم وصحة فطوركم يعطيكم الصحة الاستضافة. شكرا. وأكيد مشاهدينا اللي راح يزيدنا سهرتنا النكهة هي فرقة أهل الأندلس بقيادة المايسترو مختار علاس. حفطوركم مرحبا بكم. شكرا. إذا أكيد نبدأ دردشة تاعنا ونبدأ سهرتنا أكيد ضيوفي الكرام، وكما قلت وعدنا المشاهدين أنه كلامنا اليوم راح يكون حول الأندلسي، ولكن راح نكون شوية خفاف الظل على المشاهد الكريم لأنه ما يفهمش بزاف المقامات، ولكن راح نمتعوه اليوم بمديح ديني جميل كل واحد بالحنجرة تاعه.
حسنا، اكيد اول شيء لازم الناس اللي ما على بالهاش انه لما نقولوا اي فنان يعني منخرط في الاندلسي ويغني هذا الطابع، اول شيء لازم يبدا به هو الجمعيه، الجمعيات اللي تلعب دور كبير ومدارس كبيره كاينه في الجزائر، من تلمسان يعني من الحوزه تاع تلمسان للصنعاء من المستغانم والعاصمه وروح للمالوف القسنطينه، ولكن اليوم راهي حاضر معنا الحوزه بكثره ليس كذلك. نبدا بك بو غازي، انت على بالي انه متخرج من الجمعيه من يعني قلت لي من 12 سنه حتى 26 هكذا مانيش غلط، انخرطت مولا 12 عام دخلت جمعيه النادي الجميل كانت بقياده الاستاذ عبد القادر البكاي اللي نسلموا عليه بهذه المناسبه. من بعدها التحقت بجمعيه القرطبيه بقياده الاستاذ صالح بوكري اللي هو معروف الشيخ معروف تاعنا تاع تلمسان. من بعد عاود التحقت بجمعيه رياض الاندلس. ومن بعد عاود دخلت في المشوار الاحترافي. المشوار الفني واللي راح نحكيو عليه اكيد خلال السهره. ان شاء الله. وامين حوكي، على بالي ان المشاهدين يعني النهار اللي فت معايا فت بالعصري. ولكن اليوم نقولوا انه امين حوكي معروف بالصنعة ومعروف بالحوزي وعنده صوت ما شاء الله عليه، وانت كذلك يعني خريج من جمعيه من مستغانم. على كل حال انا تلميذ لجمعيه نادي الهلال الثقافي. هي الجمعيه اولى الجمعيات التي تاسست في مستغانم، وكان على راسها عميد الاغنيه الاندلسيه شيخنا المولاي بن كريزي رحمه الله. وانا شيخي اللي اكتشفني هو حميديه محمد اللي كان تسمى التلميذ لشيخ المولاي، وانا احنا من بين التلاميذ كما نقولوا لا دوزيام جينيراسيون تاع جمعيه نادي الهلال الثقافي. جميل. انا الشيء اللي نحبه في الفنانين تاعنا مهما كان المشوار تاعو طويل الا انه مازال متشبث بالجمعيه تاعو ويدافع عليها في كل حديث وفي كل جلسه. ولكن على غرار شيخنا منصوري محمد الحبيب، على ما اظن واش قلت لي في الكواليس انك ما بديتش بالجمعيه، بديت عصام التكوين، كنت تدي صنعة هكذا نقولوا من خوك هكذا. اكزاكت. كان خويا كان ديجا هو في الجمعيه وتعلمت تما اون كيلكو سورت على يديه غير في الدار. ومن بعد كي كبرت دخلت الجمعيات نسيم اندلس، ما زلت الان في جمعيه نسيم اندلس. وكنت مع المرحوم امين مصلي الله يرحمه، الدكتور امين مصلي، ودروك اكتوالمون راه دكتور يحيى غول هو راه قابض الجمعيه، هو اللي اسس الجمعيه اصلا. الله يبارك. احنا نشوفوا انه هم عندهم دور كبير من خلالكم انتوما، يعني ما شاء الله كونوا قامات في الحوزي والاندلسي وحتى هناك اشبال اطفال. سؤال فقط من فضلكم يعني موجه لكم، يعني هل كل اولادكم حابين ياخذوا نفس المسار؟ يلا ها أنا شوف مش عارف بغازي يقول لي إيه ولا لا. أنا أولادي عندهم صوت شباب الله يبارك، ما حبوش يتبعوا لا أندلس والو. سبحان الله، يعني ربما من قليل أننا نشوف عائلة كلها يعني لا بالك أنا ما حببتهمش الطابع، ما حببتهمش ولا أنا جيتي بوكو أوكيبي باغ ما كارييغ كو ما خليتهم على هواهم. بالك اون سي جامي، بالك يحبوه وحده، لو ديكليك يجي ان سارتان مومون ما نجبوش نعرفوه. وشيخنا لو ديكليك كيما قال هو يجي ان سارتان مومون. ولادي انا ملي كانوا صغار نحوس ندخلهم لاسوسياسيون والو ما حبوليش. ثاني غير واحد فيهم حتى اللي كبر عبى البكالوريا تاعو وراه دخل دروك الجمعيه. الله يبارك. هذا تعرفوا واش لازم لهم؟ لازم لهم المايسترو علام. ايوا شيخنا في الجمعيه وشيخنا في التدريس وكل الناس تحترمه، والله شرف عظيم دائما انك تكون حاضر معنا بهذه البراعم. كنتوا براعم وراكم كبار. بصح بالنسبه لي على بالي نشوفكم دائما ولاده لانه يعني تربيتوا على يديه، وهذا تواضع منكم اكيد. كل واحد راه عنده مسار طويل. حوكي مانيش عارف من العائله نتاعك. انا ولدي مازال صغير. ايه وان شاء الله نهار اللي يوصل ذاك الوقت نخلي له الاختيار ليه. تخلي له الاختيار. جميل. يعني اختلفت الاراء. والله صراحه صدقوني كنت نستنى تقولوا لي اكيد الاولاد تاعنا راهم في الجمعيه، ولكن مليح اننا نخليو كذلك الطفل حريه الاختيار واش يحب. انا باريزون بنسي ليزانسترومون عندنا في الدار،
نهار دخلت عليها سبتها في لا جيتار تغني زعما الروك و... الله الله يعني دات لك طريق واحد اخر كامل. طريق فيه شويه الزوج وفيه شويه حركه وفيها الاندلسي الناس تحب لكل مقام مقال. حتى انا اليوم راني عاقله مشاهدينا الكرام. لا هي قضيه السن السن جو بونس لي جون ما يحبوش بزاف الاندلسي كي يبداو يكبروا في السن يبداو عاده يابريسي ميو لا ميوزيك اندالوس. اكيد بالك هذه هي. يلا اذا انا قلت اليوم راح نستمتعوا بالحناجر نتاعكم وبالوصلات اكيد الموسيقيه اللي راح تمتعنا بها فرقه اهل الاندلس. حبينا نبداو بالشيخ منصوري محمد الحبيب، واش راح تأدي لنا من فضلك؟ نبداو ب أغنية فيها تاع كان يغنيها بزاف عبد الكريم دالي. الله يرحمه. الله يرحمه. نخليوها نكتشفوها على المنصة أفضل، خليوها لأني على بالي أنتم الفنانين يجيكم الإلهام فقط في المنصة. حيونا الشيخ محمد الحبيب. بارك الله. يا قالي قل عار
شكرا جزيلا للشيخ منصوري محمد الحبيب على هذا المديح الجميل الرائع. لما نقولوا رمضان نقولوا المديح، نقولوا الحوزي، نقولوا الاندلسي. يعطيك الصحه الشيخ محمد الحبيب، بارك الله فيك. شكرا شكرا على هذا الاختيار الموفق، واكيد على بالي انه مايسترو علال دائما يضع اللمسه نتاعو. شكرا كذلك لفرقه اهل الاندلس، يعطيكم الصحه. إذا المشاهدين وأوفياءنا لقنوات التلفزيون الجزائري أكيد على باله أنه دائما حنايا لازم تكون هناك لمسة أندلسية جميلة في شهر رمضان، لأنه الناس كامل خاصة وين يحبوا يسمعوه، حنا عندنا ديك مول الفطور. مول الفطور عادة من عادات التلفزيون الجزائري، أنه أحلى الفرق الموسيقية وأحلى الحناجر في الأندلسي يعني يكونوا حاضرين، على ما أظن أنكم أنتم كامل عشتوا التجربة. ايه والله غير احكيوا لي يعني ربما راي الناس كيفاش كيتلاقاوكم في الشارع، لانه على بالي بلي هذيك اللقطه خاصه في يعني نقدر نقولوا في التسعينات وكل هذه السنوات تقعد صوره الفنان اللي مور الفطور راسخه يعني. الناس والفت رمضان لازم مور صلاه التراويح الناس تجتمع ياكلوا الكاطو ياكلوا هذيك تاع مور الفطور. إيه؟ راني نهضر تاع المغرب. هذيك تاع المغرب لي مور المغرب. إيه؟ شفتها كان اللي قالوا لي نشوفوكم انتم غير عند المغرب، الاندلسي نشوفوا غير عند المغرب. يسمعوا باسكو انا عندي حاجه نزيدها. ايه كي نتلاقى صحابي هكذا اللي شفتهم هذه شحال ما شفتهمش يقولوا لي شفتك شفناك في التلفزيون. انا نقول لهم انا وما شفتوني في التلفزيون بصح انتم ما شفتكمش. ايوه علاش نشوفكم كاع ما كسبانو. صح صح، هذه هو يعني ربما نقولوا احنا هذا هو الافونتاج تاع الفنان ولا تاع الانسان اللي اكيد دائما يظهر في الميديا، وحب الناس امين شيء مهم جدا، وهذا يظهر من خلال كل الحفلات نتاعك اللي تقيمها امين، خاصه في مستغانم ولا خارج مستغانم. على كل حال شهر رمضان معروف بالحفلات، حفلات أيوة. المديح. ايه وكما كاع الفنانين احنا عندنا في مدينه مستغانم طوال الشهر كاين نشاطات فنيه منظمه من طرف مديريه الثقافه او مديريه الشبيبه والرياضه،
ويزيدوا الشيوخ يزيدوا. احنا نتميزوا في منطقه الغرب خاصه ايه؟ في شهر رمضان نخدموا غير المديح. الله ما نخدموش الاندلسي ولا الحوزي، نخدموا المديح. يعني لعظمه هذا الشهر وحرمه هذا الشهر. أكيد. هو المديح هو يقاس على الاندلسي، يعني ايه؟ المقامات والالحان كل شيء اندلسي، بصح الكلام في الجد يقولوا الهزل، الهزل يقصدوا به الغراميات يعطيك الصحة، والجد يقصدوا به الصلاة على النبي والسلام. وهذه هي. والله ذكرتني ربما نقطة مهمة، الناس بزاف يقول لك على بالنا لأنه الناس اللي ماشي من الاختصاص ما يفرقوش بين الأندلسي والحوزي والمدرسة الغرناطية والمالوف والصنعاء. احنا نقولوا أنه الحوزي ربما باش نبسطوه هو كلام الشارع، الكلام مفهوم لعامة الشعب هكذا، والأندلسي عنده مقامات وعنده أكيد النوبة تاعو تجي باينة. هذا هو باش المشاهد الكريم من وضعه في الصورة. لا، هو الحوزي ايه؟ ظهر بعد الأندلسي ايه؟ هو اشتق منه في المقامات من الأندلسي ايه؟ لكن الشعر يختلف في الكلام. صح. الأندلسي هو لغة فصحى، هو زجل يعني قريب من اللغة الفصحى، والحوزي اللي هو كلام دارجة تاعنا، دارجة اللي كانت موجودة في بلادنا. كانت ظهروا شعراء بزاف من تلمسان، من استغانم، من الجزائر العاصمه، طب بدعوا في هذا النوع اللي سموه الحوزي. وكاين شعراء الباديه ايه؟ حتى هما عاود بدعوا في الشعر البدوي العروبي المسمى من وجهه الطبع العروبي اللي انتشر خاصه في مدينه الجزائر العاصمه والبليده. احنا عندنا في تلمسان الحوزي هو اللي انتشر بزاف. وانتم من خلال اكيد حفلاتكم بما انكم تؤديوا الحوزي والاندلسي، شيخ حبيب لما يشوفوا الجمهور ويجيك وين تلقاهم يميلوا اكثر للحوزي ولا للاندلسي؟ هي كاين صراحة ماشي باسكو راك ولد تلمسان تقول لي الحوزي، يا راه شوف فيها ما يصروا على الملاهي. لا كاين، هو لو بوبليك يحوس كي عنده كي الحوزي كي المديح كي مال الصنعة، اللي يحب لا ميوزيك اندالوز يحب كامل هاد الطبوع. دونك يجي باش يصنت الميوزيسيان ويسلد هذيك الصحراء. نعم شيخ مسعود. وكلها والميول تاعو ثاني. ايه. كان يفضل الاندلسي. ايه. كيجي يحضر يقول لك انا نحبك تغني لي اندلسي. ايه. كاين اللي يقول لك لا غني لي الحوزي خفيف، الشعر تاعو خفيف سهل. هي والاذواق. كان يحب الشعبي. ايوه. وانت فنان ابو غازي اليوم نستمتعوا وكان بمديح واحد اخر؟ أنا اليوم نخدم لكم حوزي. حوزي إن شاء الله. من كلام الشاعر مصطفى بن ديمرات. الله يبارك. هذا من آخر أواخر الشعراء اللي برزوا، هو آخرهم من ضمن. تكتبوا في الحوزي. لا مانيش غلط. إيه. هو من آخر الشعراء. كتب قصيدة يذكر فيها قصيدة في الغزل. إيه. يذكر على أنه أحب وحدة من مدينة مستغانم. إيه. هو تلمساني وحب وحدة من مدينة مستغانم. يكتب لها ويبعث الطائر ويبعث البريه ويبعث باش كله. ماذا هذا الرقي واش هذا الاحترام؟ هذا واش قلت لك طابع الاندلسي فيه حتى كلامه موزون وجميل. وانا قلت للمشاهدين الكرام راح يعني ما نقتلكمش بزاف بالدردشه والهضره بزاف، نسمعوا شي موسيقى ونهضروا شويه هكذا. تحيه الفنان بوغازي مفكر. بالله يا ابن الورشان اديس لم
تغنم بالك تخافي يا قمري سقسي وسال على الاسم على الملكة جني جرها ونزل كونك قلبي بزيساني دازلت على الأصل قول لها تلمساني حلفت له بالأمان حتى نراه بعياني عافاكم الله. الله الله عليك استاذ بوغازي كريم، شكرا شكرا ليك، شكرا للفرقه الموسيقيه دائما بقياده المايسترو على المختار. والله ابدعت واتحفت انا وامتعت انا، يعطيك الصحه. والله انا كي قلت مع الفرقه يعني اللي حضرت البرنامج قالوا لي هناك ثلاث اصوات رجاليه حاضره معاك من طرف المايسترو مختار، فانا تحفظت قلت لازم اللي يصوت نسوي علاش. ولكن فيكم البركه. برك حبيت نشكر الشيخ مختار على نبهني حاجه، القصيدة من كلام الشاعر بناشنه ماشي بن ديمراد. إيه؟ فقط هادو زوج شعراء هما آخر شعراء اللي كانوا عايشين في تلمسان. إيه؟ كان مصطفى بن ديمراد وكاين بناشنه. هذه قصيدة من كلام الشاعر بناشنه. يعطيك الصحة. باش للأمانة. للأمانة، الأمانة العلمية والأمانة التاريخية خاصة. حبيبي كذلك أمين، أنا نقول ربما بما أنه هذا الطابع اللي صح طابع الأندلسي الراقي الجميل اللي نقدر نقول أنه هناك فئة معينة تستمتع به وتسمعه كثير وكثير، هل هناك فرق ما بين الصوت النسوي في الأداء والصوت كذلك الرجالي يعني في أداء الموشحات والطبوع، ولا اي طابع يصلح لصوت النساء ولا الرجال؟ احنا في الطابع الاندلسي الحوزين نظن كيف كيف صوت الذكر كي رجال كي البنات عادي عندهم بالك ربما لاقام تاع البنات شويه طايحه.
غير بلاكام بصح يعني يقدروا يغنيو كيف كيف. كيف كيف نفس الموشح نفس اللي تغني الصوت النساء. بيان سور المراه عندها هذيك الحنانه في الصوت تختلف على الرجل. عندك المالوف شويه ما شفناش الاصوات النسويه. يعطيك الصحه صح. كاين غير المالوف في الاصوات النسويه في المالوف امين الا كان ربما امين حوكي ربما راك تشوف في الساحه الفنيه ما شفناش صوت نسوي في المالوف. كاين بنات المرحوم الشيخ الفرقالي مازالهم يخدموا عليهم بزاف لا كورال سينو ما شفناش صوت نسوي جديد. ربما هذا السؤال تاعك ربما المالوف بالك يجيهم صعيب الاصوات النسويه بالك ما فهمناش هو شويه ربما في الاداء عنده نسوف الاكثر من الطابع الاخر. لا شويه يخدموا الطبقه عاليه هو ذاك يعني الطبع لازم لي فقط تدريب خاص ما يستر علال وندخل معاكم في لاكورال تدي لنا سوكسي صاي مع كل احترامات انتم على راسي انا نقعد في التقديم بزاف عليا. بغيت نضيف غير واحد النقطه بالنسبه للصوت الرجالي والنسائي. كاين واحد النقطه انه الصوت الرجالي ينجم يبدل الطبقه لي غام ولكن الصوت النسوي عندهم عامه من حسب القدره ماشي كامل مي الاغلبيه عندهم اون غام وحده يخدموا فيها طبقه وحده لو ري لو دو هذه بصح. كذلك ربما انتم راكم في الميدان في تلمسان وفي وهران في مستغانم كذا نهضروا بزاف على الجانب تاع الغرب لو كان نجيو نحسبوا كذلك الاصوات النسويه راهي تنحسب على الاصابع يعني خلاص كي يغيبوا هذوك اللي موالفينهم تحيه كامل ليهم اللي راهم يشاهدوا فينا اكيد في هذه السهره نجيو نبحثوا على الصوت النسوي ما نلقاوش ربما ما هو السبب. هل سبب رجال الجمعيات الشيخ حبيب لا ام ما راهمش يكونوا بزاف اصوات نسويه ولا هناك عزوف تام لهذه الاله الطبع؟ بالعكس بالعكس الجمعيه فيها اكثر بنات واكثر من الاولاد. ما يكملوش في المسار ولا كيفاش؟ ما يكملوش باسكو بون كاين كيما قلت احنا عائلة محافظة هذه هي البنت تتزوج بكري اي صح دونك اون جينيرال هي تحبس الغناء كي تزوج وكل شيء والولاد يكملوا بصح كنشوف الجمعية تاعنا عندنا بالك 70 ولا 75% غير البنات و 25% ولاد دونك يعني اكثرهم البنات اكثرهم البنات الله يبارك يعني وحنا نشوفوا انه في الحوزي كذلك شويه قلال ولكن في الاندلسي لما نروحوا نشوفوا شويه في الصنعاء يعني قامات في الشعبي نشوفوهم يعني منذ سنوات تربينا عليهم السيده ناديه بن يوسف سلوى يعني ما شاء الله نرجس السيده نرجس كذلك قامات ما شاء الله عليهم وبقاو دائما يروحوا على خطاهم وما ننساوش حنا في تلمسان الشيخة تيتما الله يرحمها تيتما يعطيك الصحة إيه؟ الشيخة معلمة يامنة في الجزائر العاصمة كذلك هادو سي لي بيوني تاع لا ميوزيك اندالوز كذلك وعانوا في هذيك المرحلة صوت نسوي عندنا السيدة نادية ولد موسى نادية ولد موسى عندنا لميا باطوش لميا باطوش اكيد في الاصوات يعني نحكي في الاصوات اللي قدام ربما اللي يبقاو اكيد في الارشيف وانا نقول انه الارشيف دائما هو يبقى مدرسه للاجيال القادمه لازم يبقاو يشوفوا واش درسوا جدودنا ويمارسوه شبابنا الان. حسنا والان وين راح نروحوا؟ نروحوا ليك امين حوكي راح نسمعوا ليك في هذه السهره ورانا قاعدين سهرانين على قنوات التلفزيون الجزائري ان شاء الله كل العائلات اللي راهي متلمه حول الطاوله احنا هدفنا دائما هو صله الرحم وزياره العائلات وحنا رانا من وين نسينكم واليوم رانا جبنا لكم الحوزي والاندلسي الرائع باش تحقضيوا احلى سهره والان راح نسمعوا امين فاش راح نسمعوكم من فضلك؟ في قصيده من الشيخ المجاهد والشاعر الكبير الاخضر بن خلوف الاخضر بن خلوف الملقب بلك حل اعطيك الصحه حيي وامي حبيبي على أصحابه والجيران
جاك قل من طاع الله واسمع. سعد منالها وقراها على وجود الحق ومرضى على وجود الحق سغالي جديد باعته بالبالي عليك يا تاج الإرسالي يا شفيع يا عظيم الجاه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفيعنا رسول الله. يا احمد يا ابن عبد الله لا صبر لا حول ولا صيتي والفهم معنا صيتي والفهم مني كل يوم الهدون بني اشمني برد لي جني غير محمد مولى الجاه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفيعنا رسول الله. يعلم حالي والإيمان أهل البيت الحسن والحسن مصباح النعيم والرضوان جدهم رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامي من عند الله. به شهدت رجل ومرا يا أعلى من صار ومرا نال الخير من عند الله نال منه من يقصد ليه قلبي صلى الله عليه يا عنايت من مات ليه ذاك مرحوم من عند الله. يا الله وفق لساني لشهادة العدناني جاه جدي من رباني خلوف يا اسمه يا محلاه. لا إله إلا الله
الدين سميت ولدي على محمد خاوتو بالقاسم وحمد والحبيب من بويا الجد كون بيهم كفيل يالله يالله وفيني المنية ما خفاتكش تلخفية جاه سلطان العولية وعلم القصر مرعاه يالله حق الموسوال تبت يقيني وزهل الخلوفي اسمه نتحال شاع مدح رسول الله لا إله إلا رسول الله علي صلوات الله وسلامي من عند الله الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأجمل من رسول الله لم ترى قط عيني وأجمل وأحسن منه لم تلد النساء خلق مبرأ من كل شيء كأنه خلق كما يشاء. يعطيك الصحة، أنا قلتها لك بالفصحى وأمين حوكي متعهلنا بالحوزي. يعطيك الصحة، شكرا أمين حوكي. نشكر كذلك الفرقة الموسيقية أهل الأندلس وخاصة معليش ما تزعفوش مني يا شباب معنا البنشوك عازفة القانون، شكرا راهي الأميرة الوحيدة عندكم. يعطيكم الصحة، شكرا متعتنا. أنا نقول أنه العزف في أي آلة وأنتم أهل الدراية أكثر مني أنه لما يكون واحد يتقن أي آلة موسيقية تهذب النفس ربما مليح أنه الطفل نعود نرجع للأطفال كامل مليح أنه الواحد يتعلم عزف الآلة من صغره ولا لا لا. موسيقى تعتبر من العلوم. أيوة كل حاجة اللي فيها علم وفيها زيادة للنفس فيها فايدة. والأندلسي يهذب النفوس كذلك. والموهبة، كل إنسان فاش عنده موهبة، كان اللي عنده موهبة في الشعر، كان اللي عنده موهبة، هادو الموسيقيين الموهبة تبان من الصغر فيهم، وكل واحد فاش الانسترومون اللي يجلبوا ليه. كما آلة القانون هي آلة صعيبة يعني صراحة. صح، يعطيها الصحة معناها تأدي كل يعني كل الطوبع ماشي غير الأندلسي. ما كانش بزاف اللي يعزفوا على آلة القانون في صعيب ربما في الغرب الجزائري كامل خاصة النساء. وخاصة النساء خلاص يعني خلاص النساء ما راهم نشوفوهم قلال في كل بلش. كاينة وحدة من عندكم مستغانم زكية بن صالح، تحياتنا لها. الله يبارك. أكيد أنا نقول أنه الموسيقى الأندلسية يبقى دائما هذا الطابع الراقي الجميل اللي ربما نشوفه أنه المتلقي بعض عزوف الشباب من انه يسمعوا الشيخ حبيب منصوري ربما راك تشوف انه معظم يقول لك لا الاندلسي ثقيل، بصح لما نشوفوا انه شاب يتبع هذا الطابع نقولوا يعني جميل انه فريد من نوعه اليس كذلك؟ مانيش نحكي على الناس المنخرطين في الجمعيه، نحكي على المتلقي. هي في الحقيقه شوف فين ترعرع هذاك الطفل، لا ترعرع في عائلة في البيئة أندلسية وإن موالفين ينصنتوا الموسيقى الأندلسية ولا كاين اللي يعزفوا عليها في المنزل ولا هذا يكون انسبيري، يكون عنده هذاك كيش يقولوا إن بريديسبوزيسيون إن بريديسبوزيسيون باش يتعلم هذاك الموسيقى. نعم. يكون مستعد لهذا الشيء. يكون مستعد يكون عنده في ذهنه في والله خانتني الكلمات واخذتني كما يقول هذا النوع الجميل اللي انا وحده من الناس نحبه ونسيت نسقسيكم كيفاش راكم تفوتوا رمضان؟ واش حوار رمضان عندكم؟ كاين شباب راه غالبك شو راه يقول لي بوغاز راه يضحك. وانت امين حوكي واش حوال المستغانم والكارنتيكا في رمضان؟ ايوه كاين كل على كل حال كاين واحد النقطه ايه اللي باغي نطرق ليها هي المستغانم قديما هذه سيغيسون هذه جديده اللي ولا على بالي بلي الناس اللي حضر ما كانوش ياكلوها ياكلوا الكارانتيكا في رمضان هذه ما كانتش. صح، احنا عند الناس المستغانم خاصه الايام الاولى ياكلوا الحوت. ايه والله بعيد بيان سور مستغانم على تطلع على البحر الابيض المتوسط كيفاش الحوت الله غالب ماشي كامل
ماشي كامل الناس تنجم تشري الحوت، ولكن قديما كان الطبق الرئيسي الرئيسي هو السمك. هو السمك وعندكم تامي اطباق ما شاء الله تلمسان، بلا ما نقول الحريره، يا اخي انتم في زوج من تلمسان تبارك الله عليكم، عندكم اطباق ما شاء الله. والسهرات، حال السهرات الرمضانيه عندكم كيفاش راهم يجوزوا؟ اكيد على بالي بلي الناس بزاف ينتظروا الحفلات نتاعكم بشغف. احنا في تلمسان يعني صراحه مديريه الثقافه دائما كل رمضان تنظم حفلات في قصر الثقافة، في دار الثقافة كذلك، في المشور كذلك، قلعة المشور. يبارك صح. كل سنة ينظموا حفلات. المشور بحد ذاته مكان أصيل سياحي تاريخي يعطيك الرغبة أنك تأدي للأندلسي العام. جوستوم كي نخدموا سهرة في المشور شغل نحييو ونوليو العهد الزياني، العهد الملوك، العهد نعيشوا لحظات من الماضي. وزعما مشكورة مديرية الثقافة تلمسان يعني كل عام تعيط لكامل الفنانين من تلمسان ومن خارج تلمسان باش ينظموا حفلات في تلمسان، والعائلات تجي بكثره. يعني رمضان يعني شهر كامل الناس بعد التراويح كامل الناس تجي تحضر الحفلات بعد النهار من الصوم والعباده وفي الليل يعني بعد صلاه التراويح. هو قال لك ياكلوا الحوت. أيوة. احنا عندنا الحلو في تلمسان، انتم مشهورين بالحلو. صح كلشي ولا غالي حتى حنا عارف شحال راهي القهوه. وشيخ حبيب انت في وهران ماكش تلمسان؟ في وهران بس تغاضوا عليك العادات والتقاليد تاع وهران. العادات تاع تلمسان. بقيتوا في عادات تاع تلمسان. بقينا في العادات تاع تلمسان. دونك كما قال هو البرقوق النهار الاول لازم. والله هذه هي الجزائر يعني غنيه. انا نقول انه انا دائما ككل عدد وكل مره يكون عندي طله نقول ربي يحفظ الجزائر وولادها. آمين. قاره من كل الجوانب، وانتم بكم لازم نحافظوا اكيد على كل هذا الطبوع وعلى كل هذا الموروث التاريخي الثقافي الجميل. وبحناجركم واصواتكم حابين نزيدوا نسمعوك شيخ حبيب في حاجه واحده اخرى ان شاء الله. دائما مديح، دائما مديح، نقدم اهل الله يراهم حاجه ان شاء الله. يلا تفضل مشكورا حبيب الصوري، حيونا بصوري. شغلوا عمرهم حتى فازوا بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله.
السلام بيك، سعد السلائي سلام بيك. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة الشيخ منصوري محمد الحبيب على هذا الأداء الجميل الرائع وعلى هذه اللحظات الراقية اللي ديتنا ليها شيخنا، وشكرا كذلك لفرقة أهل الأندلس والمايسترو علال بلما والله يحييونا المايسترو مرفق لكم. شكرا شكرا. إذا ما زلنا مستمتعين دائما معكم مشاهدينا الكرام مع قاعدة الأحباب من وهران على قنوات التلفزيون الجزائري. إذا نروحوا نحكيوا شوية على واحد النقطة، يعني هي ما حبيتش نخوض فيها وما حبيتش ندخل فيها، ولكن هناك مع ضد ومع مع تغيير بعض يعني وضع بعض الروتوشات العصرية الجديدة حول تراثنا، فيعني كاين اللي يقول لك أنه أصيل أصيل والقديم قديم يقعد أصيل مثل ما يقول مايسترو علال، ولكن هناك الطرف الثاني بوغازي ضف فيه نوع يعني هكذا تحب تدخل فيه نوع من العصرنة، ليس كذلك؟ لا أنا ما بدلتش بزاف على التقليدي، خليته هو هو. أيوة. بالك دخلت بعض الآلات الموسيقية كما مثلا الجيتار ساش باش تمد الهارموني، تدير امامهم في الجوق اليوم هو راه كاين بيانو كي في الهارموني، دونك ما عملتش حاجة زعما اكسترا اوردينار ولا فقط، ولا بالك الايقاعات شويه دخلنا فيهم اشياء جديده ولا فقط، يعني ما خربتش لا في لا ميلودي لا في يعني ما خربتش فيها، دخلت فيها يشوف فيك شيخ الحبيب قال لك لا الشيوخ تاع بكري يقول لك القديم سا ديبون في لي البوم اللي سجلتهم. عندي انا مسجل 14 نوبه بليتو 14 سي دي، 10 نوبات اندلسيه وان سي دي فيه ابلوتو ان كوفري فيه 4 تاع لي سي دي في الحوزي. يعني ما خربتش في كل شيء، هو هذا الشيخ وافقني سمعت النوبات تاعي. ايه ما نحش نسمعوهم اليوم، اليوم قعدت في القديم ياك. هادو النوبات لازم لهم وقت طويل، النوبه تاخذ ساعه من الوقت باش نخدموها. استخبار وهذاك يعني تاع خشبه، لانه هناك فرق ربما ما بين اداء التلفزيوني واداء الخشبه، ماهوش نفس الشيء. ايه بيان سور. الخشبه لازم لك توجد بروجرام كبير متنوع حسب الاذواق. انا لا تيليفزيون اوني اوبليجي دو فير ان بتي بروغرام باش نكونوا باش بالخف باسكو سي اون افير دو طون اي تو. صح هذا هو الفرق. نرجعوا اللي قلتي لي، عندي البومات في الطبع العصري شويه هذه فيها صحه. بون جو سوي ليبر، مؤخرا سجلت البوم من كلماتي والحاني. سادير ما كنتش مقيد بالله من كلماتك والحانك. ايه يعطيك الصحه.
جميل. انا هذا السؤال حبيت نوجهه للشيخ حبيب وكذلك الامين، انه علاش ما تكونش هناك محاولات ربما في الكتابه؟ اكيد حنا نقولوا انه ربما اللسان الفصيح والاصيل تاع الموشحات يبقى هو هو، لانه اكيد بعض الكلمات اللي كنا نستعملوها بكري ماش تستعمل الان. بكري كانت الكلام موزون والكلام فيه سجع والكلام رزين، ولكن الان مع هذه الموجه الشبابيه ومواقع التواصل الاجتماعي طريقه الحديث تغيرت. ولكن انتم كشيوخ علاش ما ديروش محاولات في كتابه الموشحات، خاصه انه الحوزي من الدارجه تاعنا وحاجه سهله؟ ماشي حاجه سهله. ماشي حاجه سهله. لازم يكون الهام، الالهام والابداع. لا، الواحد ينجم يكسب وينجم يلحن، بصح نتفاهموا ما يسميش حوزي. حوزي صاي راه قاعد وقت الحوز كما يقول لك، صاي ما نزيدوش نخربوه فيه. بصح اللي يبغي يلحن قصيده ويلحنها ويكتب ما يسميش حوزي، يسميها حاجه اخرى، تقطوقه جديده وخلاص. لا لا، انا ما نوافقش في الراي. علاش؟ بوسيبل تخدم قصيده يعني تشبعنا بقصائد بن سهله بن تريكي كل شيء، تقدر تخدم قصيده في هذاك النوع من الشعر وحتى الالحان تشبه الحوزي والايقاع تاع الحوزي. انا عملته في البوم تاعي، اخر اغنيه اللي عملتها في الالبوم يعني عملتها شغل حوزي. ايه، ما راش عندي حضرتني القصيده، ف يعني تشبعت بشعر. لو كان ديرنا اكابيلا معليش؟ مانيش متفكر الكلام. هذا هو حال الشعراء وحال كتاب الكلمات، يكتب الكلمات ولكن ما يحفظهاش. وانت في عطيني الوقت اللي راك تحوس. يقول لي انت امين رايك. انا على كل حال كما قال منذ قليل الشيخ، الموسيقى موهبه. ايه، والكلام والتلحين ايضا موهبه. صح. وانا نتكلم على نفسي، انا عندي موهبه في الغناء، حاولت حاولت باش نكتب وحاولت كلمات بسيطه على كل حال، ولكن ماشي مثل الكتاب او الشعراء اللي مختصين في هذا الميدان. اما نرجع لك للسؤال بخصوص التغيير شويه، تاع مع او ضد. انا معهم للزوج. معهم للزوج، شفتوا امين حاول كيما غيط حتى واحد. معهم للزوج لسبب ان انا مع التجديد. اي نعم، لان الموسيقى تطورت والموسيقى راهي تنكتب ولات كيما قلت لك ولات علوم. كل حاجه جديده راهي فيها جمال، ومع مع القديم، لان خاصة القديم من نسمعوه يمثل الهوية الجزائرية. يعطيك الصحة. من نسمعوه سي الجيريان جزائري، هذه هي. في هذيك لا نوستالجي تاع بكري لقيتها. أي يلا نقولوها الآن ولا حتى تأدي لنا الأغنية كما حبيت؟ لا دروك. هيا تفضل. القصيدة نقول فيها: قولوا له يعطف ويحن، يا سامع عند الكلام نحكي لك دعني، وحد الغزال ريتو يا ناس سباني، ماشي مع الطريق لقيتو ولقاني، منين شفتو صرت محير فاني. أيوة. قولوا له يعطف ويحن ويجيني، قدو مكمول زينو يسحر مكني، عينو شهلة والحاجب برماني. كملها لي غنية، كملها لي غنية الله يخليك. قدو مكمول زينو يسحر مكني، عينو شهلة والحاجب برماني، شعرو ذهبي طويل وحرير سلبني، شفايف قرمز والخدان عماني، قولوا له يا عطف ويحن ويلقاني. الله. عملتوا على ايقاع من المايا هذو. إيه؟ كلماتي والالحان. يعطيك الصحة كريم بوغازي، نسموها كريم بوغازي هذه الطقطوقة. كنا سمعناك اكابيلا والان حابين نسمعوك في الاصيل، والاصيل يبقى اصيل. تحية لبوغازي كريم. والرضا دايم
بديع الحسن يا خير أنا يا جميل الوجه يا بدر الزمان يا شفيع الخلق في يوم الزيحان شكرا لكريم بوغازي على هذه الوصلات الرائعة والراقية كما عودنا دائما فيها، وأكيد الشكر موصول لفرقة أهل الأندلس، كل الموسيقيين والعازفين المحاضرين معنا، يعطيكم الصحة بدون ما ننسى المايسترو مختار علال، شكرا جزيلا. إذا نواصلوا الحديث نتاعنا ولكن نوخروا بين الأصيل، كما يقول لك القديم الجديد حبوه والقديم ما تفرط فيه شيخنا ولا هكذا. نروحوا نحكيوا على الجالية الجزائرية. أنا على بالي أنه نشوفوا حضور كبير وإقبال كبير جدا لما تكون عندكم حفلات خارج الوطن، يعني هل هذا دليل على الحنين عن الوطن ولا أنهم صح حبهم وشغفهم للموسيقى الأندلسية؟ وربما راكم كامل خرجتوا وغنيتوا في الخارج. نبدأ بك شيخ منصور، تفضل. هي في زوج، كاين اللي يحب الموسيقى يجي على خاطر الموسيقى، وكاين اللي يتوحش هذاك الوحش تاع صح حنين الوطن، تاع الحي الوطن، يجي باش يتفكر وباش
عندك الحق صح. وأمين حوكي أنت يا الطابعة معروف، أديت أغاني خارج الوطن؟ مازال ما خرجت. إن شاء الله يعيطونا. إن شاء الله يا ربي، راني فولت لك. إن شاء الله. ويكون إقبال كبير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نعم كريم بوغازي، لأنه نحن نعرف أنه كذلك الموسيقى الأندلسية هي هذا الطابع المهم جدا اللي رانا نحاول أننا نحافظوا عليه، نقولوا أن اللي طبوعنا هي طبوع جزائرية، يجب أنتم كدوركم كفنانين أننا ما نخليوش ناس واحد أخرين ينسبوا هذا الطبوع ليهم كذلك، فنقولوا أنه دور كبير وحمل ثقيل كذلك عليكم أنكم تسوقوا هذا الطابع خارج الوطن. صحيح والله، كان بزاف حاسب كي حنا نغنيو الاندلسي يعني هكذا موهبه، حنا نغنيو كل شيء، ولكن هي مسؤوليه كبيره. صح، لاننا اولا الجمهور تاعنا يعني فنان اللي يغني طبعا الاندلسي ماشي كما الفنان اللي يغني طبعا الراي، يعني عندنا جمهور قليل لي نومبر دو فيو في اليوتيوب ماشي هو نفس، ولكن احنا ما يهمناش بالك نسبه الشيوخ راهي قليله على نسبه الشباب. هذا ماشي معيار. هذا ماشي معيار، احنا ما يهمناش. ماشي معيار صح. احنا لاننا نحافظوا على هذا التراث اللي ورثناه، تعلمناه على والدينا وعلى مشايخنا. انا نتفكر انا كنت صغير كي دخلت الجمعيه ما كنتش حاب ندخل. فرضوا عليا. ياك. فرضوا عليا لازم تمشي وسيرتو سي تي. عادة، انا نعرف انه ناس تلمسان عندنا هي عادة من العادات، لازم الولد يدخل اي جمعية من الجمعيات، وانا حقا نحييهم، انا شيء جميل جدا صراحة. نعم. يعود الفضل ليهم. انا كنت نخرجوا على الخمسة العشية ماذا بيا نمشي نريح، احنا نتلقى صحابي تو لا تطلع للجمعية وتعلم لا. ومعنا الشيخ اللي لازم ويزعف علينا، وهو هذا الشيخ مختار كي تغلط ويوري لك كل شيء. مي كما قال هذه كانت البدره منها ولينا نفهموا في هذا الفن. صح. ولينا نؤدي الرساله تاعنا كما ينبغي. نعم. وان شاء الله الاجيال اللي راها ماجيه تسيبنا احنا كمثل لها، ماشي غير في الغناء، حتى في نمط الحياه. نعم. اللي نعيشوها. نعم. حضور احنا. كذلك حضور الفنان واخلاق الفنان تلعب دور كبير، والجمعيه عندها. نعم. دور هام في ترويض النفس. نعم. ترويض النفس الموهبه في تربيه الاطفال، هذه يعني حاجه. وهذا خير دليل ربما امين تشارك، لانه رانا نشوفوا انه حتى ناس من الخارج لما يستضيفوا بعض الضيوف بالك تشوفهم انهم حقا تحكمهم الدهشه من هذا الطابع، يقول لك صح هما يردهم لزمن الاندلس ربما خاصه في الدول العربيه ولا حتى في الدول الاوروبيه اللي يدخلوا هذاك المزيج الاندلسي الاسباني. فربما الايقاع يفهموه ولا خاصة المالوف، ولكن الكلام يقول لك ما هذا الصوت، وهذا من خلال الأصوات الأندلسية الرائعة اللي شاركت في مسابقات عالمية ولقات صدى كبير في خارج الوطن. يعني. نعم، كما يقول لك التراث تاعنا ما يموتش، وحنا هذه الجالية. أنا نتفكر يوم شاركت في 2003 سنة الجزائر بفرنسا، كنت موسيقي، كنت مازال ما نغنيش، وين طلعنا قافلة فنية وكانوا معنا المغتربين وكانت معنا فرقة تاع عيساوة، وبدات من قلعنا وبداو أصحاب عيساوة يدويو، ما لا ننسى كانوا تما ولاو يبكيو. سبحان الله. ولاو يبكيو باسكو فيها نوستالجيا، فيها روحانية. أكيد موسيقى تاعنا والموسيقى تاعنا قلت لك تمثل الهوية تاعنا، يلزم لها ديك الموسيقى القديمة. يعطيك الصحة، يلا خلينا دائما في الأصالة والمعاصرة كذلك ما ننساوهاش. تمتعنا أمين حوكي، واش حتأدي لنا الآن؟ إن شاء الله. مديح ديني من نظم الشيخ قدور بن سليمان، هو اللي كاتب قصيدة سيدي بلقاسم. يعطيك الصحة، تفضل أمين حوكي. صلي يا سلام عن تجي الكرام وغوتي الأنام سيد الأكيان. صلي يا نبي
دول هدي نور فؤادي من هويه دي به لقيت جيت عند قصر يا صاحب الشفاعة المجد خوفي بزلتي نتمرمد يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عار الغلام على مولاه فان جيت عند قصد الحرم يا حبيب الله عاري عليك يا ابو القاسم يا صاحب اللوى والخاتم راني من فعالي نادم ما صبت باش نلقى الله ما تبت ما قريت اللازم بلي صغرني بهوى الحب يا رسول الله الحب يا حبيب الله يبات جيت عنك القاصر الحب يا حبيب الله حبيب الهادي عين الوجود محمدي تاج الكرم السيد سيادي سيدي وسيد خلق الله مدح نمدحك بالشادي حتى نصير نلق الله مدح نمدح لعدناني بلا قلب والعقل ولساني مولو
يقولوا عطول بالزمان يذكروا في خاطري بحلا احلى من العسل في لساني مدح النبي رسول الله ابن مسيب مدحك للناس يفتخر بنشاده في الخلد ديرنا جيرانك يا سعد من خدم مولاه سبحان ربنا اللي عزك وعطاك الفضل والجاه ارحمني يا رسول الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله كيف أن جيت عندك قاصد الحرم يا حبيب الله شكرا يعطيك الصحة أمين حوكي وشكرا كذلك الفرقة الموسيقية والله فرقكم صعيب القعدة كانت حلوة وراقية بامتياز يعطيكم الصحة في انتظار أمين حوكي ربما باش يلتحق بنا ككلمة للجمهور ككلمة للناس اللي يحبوكم كذلك في نهاية قعدة الحباب تفضل الشيخ منصوري على الجمهور مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة ونشكر الجمهور التلفزيوني والطاقم التقني والأوركست على قيادتهم الشيخ مختار علال وسهرة ممتعة هذه إن شاء الله تكون عجبك الحال تكون كانت جالسة خفيفة وممتعة يعطيك الصحة شرفتنا بحضورك أكيد الشيخ المنصوري محمد الحبيب كريم بوغازي واش تقول الناس اللي تحبك ولا نقول انه كريم بوغازي يعني في كل الطبع ما شاء الله عليه نكتشفوك ان شاء الله في فرص واحده اخرى في طبع واحده اخرى ان شاء الله ان شاء الله نشكرك نسرين على هذه الاستضافه الخفيفه الظريفه مع الحباب اللي هو مع الجوق نشكر التلفزيون الجزائري اللي عطانا هذه الفرصه باش نسلموا على الناس في هذا الشهر الفاضل نتمنى لهم صيام مقبول ورمضان كريم وصحة سحوركم يعطيك الصحة شكرا لتلبية الدعوة أكيد أمين حوكي تفضل أجدد التحية لكم ويعطيكم الصحة والشكر للتلفزة الجزائرية اللي دعتنا لهذه الجلسة الحميمية وإن شاء الله كما يقول لك الأهل لا يقطعها عادة ان شاء الله يا رب ان شاء الله رمضانكم وصحه عيدكم وكل عام وبلادنا بخير يا رب يعطيكم الصحه تحيه للجوق شكرا لقبولكم الدعوه يعطيكم الصحه تحيه كبيره اكيد لفرقه اهل الاندلس بقياده المايسترو مختار علال شكرا جزيلا لرفقتنا في هذه السهره اما انتم مشاهدينا الكرام ان شاء الله يكون عدد اليوم يكون نال اعجابكم يعطيكم الصحه شكرا لحسن المتابعه تقبلوا تحياتي وتحيه كل فريق تقني اللي كان خدمكم هذه السهره يعطيهم الصحه بقياده اخراج سمير حمدي ومساعده في الاخراج سلمى خلادي متابعة شيقة لبقية برامج التلفزيون الجزائري ونقول لكم صحة سحوركم ومسك الختام أكيد مع الفنانين تاعنا اللي راهم حاضرين معنا وأهل الأندلس إلى اللقاء رسول الله عزيز عليا يا سيدي عزيز عليا عز من الولدين مع الدرية يا سيدي
ربي يا سيدي فرج ربي قوت سعدية مو يفرح قلبي يا سيدي لكم هذا البرنامج برعاية فندق الموحدين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، رمضان كريم وصحة فطوركم، تعود إليكم.